السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب الكرام. طبعا وصلني سؤال ذكي وسؤال جميل جدا وملاحظة مهمة على كيفية قسمة عدد صغير على عدد كبير قد تقابله في الصف الثامن، الصف التاسع، المرحلة الأساسية بشكل عام والابتدائية. طبعا عندما يقابلك قسمة عدد صغير على عدد كبير، هو في الأساس اسمه كسر عادي عندما يكون البسط أصغر من المقام، وهو اسمه في الأس... أيضا في الأصل قسمة. هذه علامة القسمة 3 على 4، ولها صورة 3 قسمة 4، وأيضا نحلها بعملية 3 على 4. كيف نقسم عدد صغير على عدد كبير؟ طبعا في قاعدة معروفة بأن الأعداد الصحيحة، هذا عدد صحيح 3، وهذا 3 عدد صحيح، وهذا عدد صحيح، بس العدد هذا أصغر من المعروف أن العدد الكبير يجي فوق أو يجي في البداية يسمى المقسوم نقسمه، لكن عندما تواجهنا أن يكون عدد صغير نقسمه على عدد كبير، ما هي الطريقة؟ طبعا كل الأعداد الصحيحة هذا اسمه المقسوم وهذا المقسوم عليه، وهنا نضع خارج القسمة. أي مقسوم أو أي عدد مهما كان هو في الأساس له علامة عشرية أوله، وبعد العلامة العشرية عدة أصفار، يعني 7 على 36 مثلا، 3 على 4 في الأصل في علامة عشرية هنا، هذا العدد الصحيح، وبعد العلامة العشرية في عدد لا نهائي من الأصفار نستخدمها في وقتها يعني في الحاجة. إذا هذا يسمى عدد نسبي الآن، واسمه أيضا كسر عادي، وأيضا عملية قسمة مطولة، عملية قسمة وقسمة مطولة يحل. علشان أحل العدد الصغير قسمة العدد الكبير ما يجيش طبعا، 3 لما تقسم على 4 صعب مستحيل، فنقوم نستخدم العلامة العشرية ونأخذ أيضا 0 من الأصفار الموجودة هنا يصبح 30، بس أنا الآن عملت علامة عشرية فضروري أضع في الناتج أو في خارج القسمة علامة عشرية، يصبح الناتج علامة عشرية فيه، فتصبح أخذت 0 1 30 قسمة 4 أصبح تقبل القسمة. إذا بس بشرط العلامة العشرية هنا في خارج القسمة. إذا 30 قسمة 4 من كم؟ من 7، 4 في 7 ب 28، تحت 30 مباشرة، ومن ثم العملية المعتادة أو الخطوة التالية اللي هي الطرح، 30 ناقص 28 كما الباقي 2، أيضا 2 ما يجيش على 4، خذ 0 الصفر الثاني تصبح 20، 20 على 4 من كم؟ من 5، 5 في 4 ب 20، وانتهت المسألة، 20 ناقص 20 0 0. إذا 3 قسمة 4 تساوي 75 من 100، وأيضا اسمه تحويل الكسر العادي إلى كسر 20، أصبح كسر 20، واسمه أيضا تحويل العدد النسبي إلى عدد 20. إذا هذه هي الطرق، وفي البداية قلت لكم قسمة، كتبت قسمة عدد صغير على عدد كبير. إذا نستخدم الأعداد النسبية، نستخدم عملية القسمة، نحول العدد النسبي أو الكسر العادي إلى كسر 20، أصبح 75%. إذا 3 على 4 متساوي 75%. السؤال اللي وصلنا 7 قسمة 36، هي أصلها 7 قسمة 36، وفي الأساس 7 على، هذه بسط وهذه مقام، وهذه الإشارة اسمها على يعني قسمة، فقم استخدم لها أيضا عملية قسمة مطولة. 7 قسمة 36 ناتجين، قمت عملت العلامة العشرية وبعدها عدد لا نهائي من الأصفار، بستخدم اللي المطلوب عندي، وخذ أول 0، وما دامنا عملت علامة عشرية وقسمته على، إن الناتج يكون فيه علامة عشرية. إذا 70 قسمة 36 من كم؟ من 1، لأنه ما يجيش من 2، لأنه ضروري يكون 72 علشان يقبل قسمة على 36، من 1، 1 في 36 ب 36، تحت 70، ومن ثم الخطوة التالية الطرح، 10 ناقص 6 الباقي كم؟ 4، وهنا باقي إلا 6، 6 ناقص 3 الباقي 3، 34 ما تجيش، أقوم نزل الصفر الثاني وعمل عليه علامة صفر 340، 340 قسمة 36 أيضا من 9، 9 في 6 ب 54، معنا 5 باليد، 3 في 9 ب 27، 27 ومعنا 5 باليد 32، ومن ثم أيضا الطرح، 10 ناقص 4 الباقي كم؟ 6، و3 ناقص 2 الباقي 1، ما تجيش 16 على 36، أنزل الصفر الثالث وهكذا 160 على 36، يطلع تقريبا من 6، من 5، 5 في 6 ب 30، معنا 3 باليد، و3 في 5 ب 5، ما يجيش أيضا من 4، من 4،
4 في 6 ب 24، معناه 2 باليد، 3 في 4 ب 12، و2 14، وهكذا. هذه تقريبا غير منتهيه، 10 ناقص 4 الباقي 6 و1 ايضا، وهكذا دوري. وبعدين 160 قسمه وهكذا تطلع 40، 4 4 4 4 يسموه عدد دوري. اذا 7 قسمه 36 من كم؟ نقرب الى 194 من 1000، وهكذا. طيب الواحد على اثنين، لما تقسم واحد قسمة اثنين، واحد قسمة اثنين، هذا عدد نسبي، البسط اصغر من المقام، وايضا كسر عادي كان بصف رابع، يقول لكم كسر اعتيادي، وايضا بصف ثالث، كنت تقولوا عملية قسمة، واحد قسمة اثنين، واحد على اثنين، نفس الطريقة، نعمل العلامة العشرية، نستخدم العلامة العشرية الآن، واحد صحيح، وبعده عشرة الأصفار. بناخذ أول صفر تصبح عشرة، عشرة وما دامنا عملت علامة عشرية وقسمت تصبح كسر عشر على عدد صحيح، ضروري أطلع في المقسوم في خارج القسمة علامة عشرية. عشرة قسمة اثنين من كم؟ من خمسة. اثنين في خمسة بكم؟ بعشرة. صفر صفر. إذا واحد قسمة اثنين هو في الأساس نص، واحد قسمة اثنين ما يساوي خمسة من عشرة، حولتها إلى كسر عشر، حولت العدد النسبي اسمه تحويل العدد النسبي إلى كسر عشر، تحويل الكسر الاعتيادي إلى كسر عشر، قسمة عدد أصغر على عدد أكبر، فنقوم ضروري نعمل له العلامة العشرية، لأنه قلت لكم أي عدد صحيح معه علامة عشرية في أوله، وبعد العلامة العشرية عدد لا نهائي من الأصفار، لأنه ما تحسب، هو يقرأ واحد، هذا يقرأ واحد، وهذه تقرأ أيضا تقرأ سبعة، وهذه تقرأ ثلاثة، ثلاثة صحيح. وبعدها على متى نستخدم العلامة العشرية؟ في أوقات معينة عندما نقسم العدد على عدد أصغر منه. أتمنى أن أكون وصلت الفكرة بطريقة سهلة وميسرة. أي سؤال أو استفسار في التعليقات، وشكرا جزيلا للسائل، أتمنى لكم التوفيق والنجاح.